أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده اقتربت من استكمال قوتها النووية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها، مشددا على أن هدف بيونغ يانغ تحقيق توازن في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار كيم جونغ أون أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونغ 12. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تحذيرا قويا جديدا إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات عسكرية قوية للرد على بيونغ يانغ إذا ما واصلت تجاربها النووية والصاروخية البالستية. وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية بعد تفقده لبعض الطائرات المتطورة إنه يثق الآن أكثر من أي وقت مضى أن الخيارات المختلفة لواشنطن ليست فعالة فحسب وإنما أيضا قوية. أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي وقع في لندن الجمعة، وذلك في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي. وكانت قنبلة بدائية الصنع قد انفجرت في قطار لمترو الأنفاق بلندن في وقت الذروة، مما أسفر عن إصابة 29 شخصاً. تعرضت مناطق في أطراف حي جوبر الدمشقي ومحيط وأطراف بلدة عين ترمة بالغوطة الشرقية لقصف صاروخي مكثف من قوات النظام، ليرتفع إلى 20 على الأقل عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحي وأطراف البلدة، ما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ذكر مصدر محلي في محافظة كركوك أن 3 من أبرز خطباء تنظيم داعش في الحويجة هربوا إلى جهة مجهولة مع عوائلهم، فيما نفذ التنظيم مداهمات وتفتيش للبحث عنهم. وأشار المصدر إلى أن عمليات هروب قيادة داعش تكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة نتيجة انهيار كبير في معنويات التنظيم. قتل 4 أطفال وأصيب 10 آخرون في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على حي سكني في مدينة تعز. وأفاد مصدر طبي أن الجرحى معظم إصاباتهم خطرة جراء سقوط قذيفتين أطلقتها الميليشيات على منطقة حوض الأشراف.